مقديش، غرناطة، الدور الإسباني، الدرجة الأولى، الجولة الخامسة، وين شاهدنا كيفاش كانت المباراة. مباراة وين كانت نقولوا بلي جيرمان سانجيز اللي سجل الهدف الأول لصالح غرناطة في الدقيقة 27، كان تعدين النتيجة في الدقيقة 48 عن طريق إيفان من جانب اللعاب تاع قاديش اللي عد النتيجة. يعني شنا كيفاش كانت المباراة، مباراة وين كانت قاديش وغرناطة، وين نقولوا بلي المباراة هذه وين نقولوا بلي كان اللي كان مسيطر فيها هذه المباراة، مباراة اللي كانت قوية جدا، وشنا 60% نسبة استحواذ غرناطة، 331 تمريرة بالنسبة لغرناطة، 195 تمريرة قاديش، 40% نسبة استحواذ القاديش. شنا كيفاش كل مدرب وين شنا قاديش وين دخل بخطة 4-4-2، غرناطة اللي دخل بربعة 2-3-1. يعني كل مدرب وكانت عنده النظرة تاعو، كان عنده أهداف تاعو. شنا كيفاش جيرماس الحارس تاع قاديش وين أنقذ المرمى تاعو من عدة أهداف، من خاصة في الشوط الثاني. شنا إسحاق، شنا كيفاش ماركو، شنا خون، شنا ألبونسون، شنا سالفادوري اللي خرج في الدقيقة 77، شنا كيفاش خوسي، كذلك يانيس، شنا اللي هادو اللاعبين اللي خرجوا في الشوط الثاني. شنا كيفاش إيفان اللي دخل في الدقيقة 77، اللاعب اللي دخل في الدقيقة 27 وهو خط وسط ميدان وعد النتيجة في الدقيقة 48. يعني نقولوا باللي كانت المباراة من روبرتو، شنا كيفاش روبرتو، شنا مونتيز يعني في الدقيقة اللي دخل الدقيقة 62، يعني كانت مباراة كانت منحصرة في وسط الميدان، وشنا هجمة بهجمة، شنا خطورة اللي كانت من جانب غرناطة لكن بدون أهداف، وشنا كيفاش كانت بدون أهداف، شنا كيفاش كانت المباراة. هذه هي الجولة الخامسة، شاهدنا كيفاش قاديش وانتهت المباراة بهدف لهدف، هدف لقاديش، هدف لغرناطة في الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة الخامسة. صعيدوا.